طبعا على كل حال خلينا برضو لو كملت على كلامك نفس الموضوع ونفس الامر برضو لو هتروح بقى لميلان، طبعا قطبي ميلان هنا انا بتكلم، وهنتكلم ميلان مع توتنهام تحديدا، واللي هتكون برضو لو انتوا شفتوا زي ما حضراتكم كده متابعين على الشاشة، لا اللي فاتت، على كل حال هتبقى مواجهة متكافئة برضو إلى حد كبير جدا. أنا أتوقع أن هي تخلص بصعوبة بفارق هدف لأي من الفريقين، لكن هتكون مباراة برضو قوية. طيب كمان عندك كلوب براغ البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي، نفس الأمر برضو مباراة متاحة، الثنائي ممكن أن هو يعمل تاريخ لنفسه زي بتقول لك كده، اصنع أنت التاريخ بنفسك، الأمور كلها متيسرة، الفرص إلى حد ما متكافئة. هنروح بقى ليه مباراة نابولي مع انتراخت، طبعا فرصة برضو كبيرة جدا لنابولي ان هو يحقق الفوز ويوصل لدور ربع النهائي، لان نابولي لو هنتكلم عن نابولي تحديدا، لا نابولي يعني عامل موسم حالي رائع جدا، مقدم كرة قدم عظيمة جدا، يعني اعتقد ان فرصه اعلى بكتير، فهنشوف هنشوف اللي هيحصل. لكن برضو خلينا نكمل في المواجهات لان لسه معانا كريم برضو. منهم مثلا مواجهة بروسيا دورتموند مع تشيلسي، رغم ان كتير جدا من الناس متوقعين فوز تشيلسي، لكن برضو بروسيا في دوري الأبطال ملوش أمان، يعني ممكن جدا من غير أي مقدمات وبشكل مفاجئ يعدي من الماتشين ويوصل للدور ربع النهائي. في البطولة دي كل شيء متوقع، لكن يعني على العموم هي كلها ماتشات قوية ومواجهات قوية. نتمنى أن كل حضراتكم تستمتعوا بمتابعتكم ليها.